ببساطة. وهون عندي بانه عندي الساين ماينس وهون عندي 2 جي. ركز عليها. وهون عندي كوساين ما في جي. وهون في بلس ما في ماينس. تمام؟ هون باجي بضرب. لما اجي اضرب كمان انتبهوا انتم تضربوا، يعني هاي ما تنسوها اللي برا النص. لانه زي ما حكينا اي خربطة سؤال سهل، بس اي خربطة فيه بروح كله للسؤال، لانه الماجنيتيود الفيس بعتمد عليه. فهون ربع جي مباشرة ماينس، تمام؟ هاي ضربناها هاي في هاي، حكينا لما اضرب تو اكسبونشال ببعض اللي فوق الاكسبونشال شو بعمل؟ بجمعهم، تمام؟ هاي 2 وهي 3، صح؟ اجمعهم 2 زائد 3 5، هاي 5 جي. هون 2 وماينس، اذا ماينس جي، صح؟ تمام؟ اوكي هاي اول شيء بالبداية هاي وهاي 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 انحسبت. طب وهاي وهاي شو بده يصير؟ جي. وهاي وهاي ماينس 50، تمام؟ طيب هاي مثلناهم. لما جينا نمثلهم حكينا في عندي التمثيل، لما يحكي لي بدي احسب او مثل فريكونسي سبيكترا، لما جينا صار حكي لنا اعطيني الفريكونسي سبيكترا، كلهم شو راح اعمله؟ الماجنتيود سبيكترا بدون الفيس، خطا. اذا حكى لك فريكونسي سبيكترا او حكى لك لاين سبيكترا يعني اوجد ماجنتيود، اوجد الفيس. اوجد الفيس. اذا حكى لك فريكونسي او لاين ما تروح تحسب الماجنتيود لحالها، ماجنتيود الفيس. اذا حكى لك صريح العباره احسب الماجنتيود تروح اف ان، اذا حكى لك احسب الفيز سبيكترا تروح على ثيتا ان. هون حكى لي احسب احسب الماجنتيود سبيكترا. سبيكترا طبعا هي جمع من السبيكترا. الفيز وال كمل هون عشان نفهمه. هاي هون الفيز، نرسم هون الفيز مع حالها انه بديش احضر. هون كم؟ لانه ميجا نوت واحد او ثلاث او خمسه، صح؟ دائما بحددهم مره واحده، خلاص باجي على الاكسبوننشال بشوف معاملات الاكسبوننشال شو عندي وبحطهم بدون الجي او تي. طيب عندي الواحد، عندي الواحد طلع. انتوا دائما خلوا مرجعكم السؤال اللي انت حليته، مش هون انت اوكي بتكتب له هون اشياء، بس خلي مرجعك السؤال اللي انت حليته مشان ما تخربط. عندي الواحد، باجي عندي الواحد، هاي الواحد، واحد على 8 جي، شو حكينا مباشرة شو بعمل؟ جي برفع لفوق، لما تكون جي لفوق شو بصير ماينس؟ إذا كم الزاوية مباشرة؟ مباشرة، هاي بواي ماينس. طيب، عندي ثلاث. ثلاث، هاي ثلاث، كم؟ كمان ماينس واحد. هاي ماينس واحد. والخمسة؟ طيب عندي ماينس واحد، طلع. عندي ماينس واحد، طلعوا ماينس، طلع انتبهوا ماينس هاي، مش تحكوا هاي لحالها في ماينس هون. شايفين هاي ماينس واحد. اذا لما بدي ارفعها لفوق شو بصير؟ جي لحالها بدون ماينس، لما بدي اقسم بصير باي 2. اذا هون باي 2 ودي ماينس 3، ماينس 3 برفعها بصير بلس، هاي باي 2 وهون باي 2. هاي باي هيك سؤال ثاني. تفضلي. عشان الماجنيتيود هون حكيت بدي الماجنيتيود، حكينا الماجنيتيود اف ان كماجنيتيود ايش بيساوي؟ جذر ريال تربيع بلس ماجنري تربيع، تمام؟ طيب هون الاف ان ايش هو؟ معامل مين؟ تمام، معامل اكسبونشن هاي وهاي 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 وهاي، صح؟ طيب في ريال هون؟ في، صح؟ ربع واحد اربعة شو بصير؟ ربع، صح؟ إذا عندي الثلاث، ببدأ أول شيء من عندي الواحد، عندي الواحد كم الماجنيتيود؟ أنت شو بدك تطلع؟ أنت تحط الجذر، الإيماجينري كم؟ ماينس 1 على 8، صح؟ ربعي بيطلع 1 على 64، صح؟ جذر ال 1 على 64؟ إذا دائما إذا كان عندك جزء واحد إيماجينري أو ريال، وأخذت له الجذر ربعته نفسه بدون شيء بدون الماينس. تمام؟ تفضل. لو تمثله هارير سيريز ماينس انفينيتي بدك تمثل يعني اف ان ماينس بصير عندك طويله، بس هو مش فكره، الفكره بس لازم تحسب، بس الفكره عادي تكتب اف ان تحط له مليون الف وحده اف ان مره هيك ومره هيك ومره هيك ومره هيك، هناك كانوا ثنتين اف ان، بس هون قيم الاف ان كم؟ كاكسبوننشال
كاكسبوننشال اف ال ما كنا ناخذ ماجنتيود صح؟ اما ككومبايند سهل تحسبها. ككومبايند ركز ككومبايند شو كنا ناخذ؟ 2 اف ال صح؟ 2 اف ال اف ال كانت ايش؟ ماجنتيود. ماجنتيود اما ايش بيكون؟ ربع اظن اما ربع اظن الثنتين سهلات. اما لما يكون بالاكسبوننشال شو كنا نحكي؟ سميشن للاف ال في ايش؟ في اكسبوننشال صح؟ الاف ال ايش كماجنتيود؟ لا لا اذا بدك تاخذ اف ال كعادي تاخذ القيمه العاديه لها هاي وهاي وتاخذ زي ما حكينا بالبدايه كيف تكتب انت ما كنتش موجود كيف تكتب الايماجينري كنا نحكي مثلا 5 وذ فيز صح؟ مش كنا نحكي هيك؟ 5 وذ فيز مثلا 30 بدك تكتب لكل واحده 5 وذ فيز 30 الثاني هذيك فبكون طويلة فهو مش فكرة سؤال يعني هم بيجيبوا دائما افكار بس هيك بس سؤال تغليب يعني ضلك اكتب بس هي الفكرة خلاص انا عندي اف ام بدي اعرف كيف اكتب الاف ام بس كيف بدي اكتب الاف ام ماجنتيود وفيز صح انا عندي الماجنتيود وعندي الفيز زي السيركت وخلاص عندي الماجنتيود هيو بحسب الفيز والفيز واضربه بالاكسبوننشال بكون عارف كنت الاوميجا نوت كم الاوميجا نوت بتشوفها تكتبها لكل واحد من في الاوميجا نوت صح واصله؟ اكيد اي سؤال بتقدركم اسال يعني ما تخلوا بشي وبعدين طيب طب لو اجى السؤال رسم له رسمتين فصل جابوها وبامتحان السيستم كل فصل امتحانات السيستم اللي هي لما بدهم يجيبوا على الفورير سيريز بيجيبوا لهم السؤال هذا بتعطيهم رسمتين ماجنتيود وفيز وبقول لهم ارجع ارجعوا بالسيجنال مره اجت واحده مره واحده ممكن المره هاي لانه شوي شفت هيك غير على الفيرس مش تغيير عادي يعني كان بس ارقام حتى واشياء بسيطه بس ممكن غيروا على نمط الاسئله ويجيبوا لكم الرسمه رسمتين الماجنتيود والفيز ويحكي لك انت وجدت المعادله الاصليه تمام هسه بناخذ عليها اسئله كثير حيث انه يعني ما فيش ما يكون ما يقدرش يعني طيب لو جينا هيك ناخذ اول سؤال بسيط ناخذ هاي السؤال طيب ناخذ هيك نرجع رجوع ناخذ هذول الرسمتين اجى لك الامتحان تخيل انه بالامتحان هيك جاء هاي الرسمه وهاي الرسمه حكى لك عن هاي الماجنتيود وهاي الفيز ورجع لي رجوع انا بدي تعطيني المعادله الاصليه تمام والحقيقه هي يعني انه لما تيجي انت ترجع رجوع هذا بتكون بتحس حالك خلص يعني اي سؤال اجاك بتقدر تحله تمام طيب برسم الرسمتين تبرس سؤال منفصل سؤال ثاني يعني ناخذ هذول الرسمتين نرجع في الرسم في السؤال الرجوع اوكي طيب بالبدايه انا اول ما اطلع على الرسمه لازم اكون يخطر ببالي بذهني لازم بعض الامور خاص واضحه عندي يخطر ببالي انه انا عندي الان اوميجا نوت ثابته الان اوميجا نوت ثابته بعرفها صح مباشره من الماجنتيود او الفيز قيم اللي على محور السينات بتكون ايش هاي الان اوميجا نوت بحكي مباشره باجي بكتب الان اوميجا نوت هاي وهاي 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 اذا كل ثنتين الان اوميجا نوت شو بمثلوا لي ساين او كوساين صح بمثلوا لي ساين او كوساين ليش لانه هاي وهاي شو بيعطوني؟ هاي اكسبوننشال صح؟ يعني كل واحدة فيهم مش حكينا الان اوميجا نوت وين بتكون فوق ايش؟ فوق الاكسبوننشال صح؟ هاي اكسبوننشال صح؟ وهاي اكسبوننشال مزبوط؟ وهاي اكسبوننشال وهاي اكسبوننشال وهاي اكسبوننشال وهاي اكسبوننشال قلت اكسبوننشال شو بيعطوني؟ اما ساين او كوساين اذا عندي ساين او كوساين وحدة ساين او كوساين ثانية ساين او كوساين ثالثة يعني اما عندي ثلاثة ساين او كوساين او واحدة ساين او كوساين حسب بس انا يعني اول ما اطلع السؤال لازم يكون لي نظرة فيه مباشرة عندي هاي السؤال هيك عندي اف ان عندي ثيتا ان بعرف الان اوميجا نوت مباشره انا محددها هي اوريدي ثابته الثانيه بعرف كمان الاف ان كماجنتيود هيو هي هذول الاف ان كماجنتيود ثمن وربع بس كماجنتيود وبعرف كفيز هيهم اما باي على اثنين او ماينس باي على اثنين تمام وبعرف كمان انه انا عندي 3 6 اكسبوننشال يعني عندي 3 ساين او كوساين مختلفه هاي انا هاي نظره بدايه في السؤال تمام طيب نيجي نكتبهم الست اكسبوننشال نيجي نكتب ست اكسبوننشال عادي هيها باجي بحكي اي جي معها طبعا لازم مش حكينا الاكسبوننشال لازم يكون فيه اي جي ان اوميجا نوت تي ان اوميجا نوت هذول الجي والتي ثابتات هذول صح؟ طيب اي جي لان اوميجا نوت كم اول وحده؟ واحد اي جي تي تمام؟ طيب هاي اول وحده اي ثاني ماينس زائد اي
J ثلاث T C minus J ثلاث T E J خمسة T E minus J خمسة T. كم مرة أنا بعرف إنه الإكسبوننشال فوقه بيكون J الآن أوميجا نوت T. الآن أوميجا نوت أنا بقدر أحددهم من وين؟ أنا محور السينات هاي وهاي وهاي كلهم بكتب ستة إكسبوننشال. تمام؟ هسا أنا بعرف إنه معامل الإكسبوننشال ماله اف ان بس لا هو كماجنتيود ولا هو كفاز اف ان ماجنتيود وفاز مع بعض صح كنا نحكي الاف ان هاي وهي اف ان وهي اف ان وهي اف ان يعني هل بقدر اجي احط اربع ربع هون لا ليش لانه هيك ماجنتيود صح هون عندي ماجنتيود عندي فاز طيب طيب هسا اول ما تكتب هذول انت حليت تقريبا 50% من السؤال يعني تفضلي تمام حكيت لكم كمان لو انتبهت حكيت لكم انه انا كوساين وساين اذا كانت ثابته بتكون انه ميجا نوت مره بالموجب مره بالسالب بس حكيت لكم طب لو كانت كوساين تربيع او ساين تربيع ما بقدر احدد صح حكيت اذا كانت ساين تربيع او كوساين تربيع ما بقدر احدد انه ميجا نوت لانه الساين والكوساين فيها يعني تحولها لطريقه هاي اللي هسه حطيناها مع المطابقات فيها اثنين كوساين بدون تي صح واصله اذا دائما انا وفي عندي ساين في كوساين متى هي بقدر احددها من الساين او الكوساين لما تكون الساين لحالها او الكوساين لحالها او ساين زائد كوساين زائد ساين زائد زائد يعني ما في ساين ضرب كوساين ما في كوساين تربيع فما بقدر احددها تمام اما لما تكون ساين لحالها ساين 100 تي شو كنا نحكي ان اوميجا نوت اما 100 او اذا كانت ان ماينس 1 ماكس 100 بس لما يكون ساين تربيع في ساين او في كوساين او غير هيك بحددها من ايش من اكسبونشال بعمل حكيت بعمل اكسبانشن كامل للاكسبونشال وبعدين بصير احدد قيمه من فوق الاكسبونشال واضحه هسه هون هاي حكينا ما بقدر اخذ ربع ثمن ما بصير ليش لانه هيك ماجنتيود طيب انا بدي كفاز وماجنتيود هون الافضل لك انك تبدا بالفاز انا هون حليت 50% من السؤال نص السؤال باجي هسه بدي احل الجزء الكامل باجي بحكي عندي الفاز باجي عندي الفاز عندي الواحد رايتوا كيف بصير احلل فيه عندي الواحد وعندي الثلاثه وعندي الخمسه خلينا عندي الواحد عندي الواحد ماينس باي على اثنين عندي الواحد ثيتا بتساوي ماينس باي على اثنين متى بتكون تان تمام متى بتكون التان ماينس باي على اثنين لما يكون تساوي لما يكون ايش؟ لما يكون في عندي جي وفي عندي كاد ريال وايماجينري ولا بس لما يكون في عندي ايماجينري لحالها حكيناها بالبدايه لما يكون عندي ايماجينري لحاله والايماجينري ماله ماينس او لتحت الجي اما ماينس او لتحت الجي احنا خلص خلينا نحكي ماينس كمان مره عندي الواحد ماينس باي على اثنين انا الماجنتيود بعرفه ما اللي فيه بدي الفيز باجي بحكي عندي الفيز الفيز طبعا عندي ماينس باي على اثنين طب ماينس باي على اثنين متى بيكون ماينس باي على اثنين حكينا لما يكون التان بتكون ماينس باي على اثنين ماينس باي على اثنين شو بتكون في ايماجينري وما في ريال ليش لانه شو اقسم ايماجينري على ريال يصير انفينيتي تمام لما احكي تان باي على اثنين شو بيكون انفينيتي صح تان باي على اثنين هو ساين على كوساين الساين له قيمه والكوساين زيرو اي قيمه على زيرو انفينيتي وتحت بتكون ماينس انفينيتي عندي الثلاث باي على اثنين او ماينس باي على اثنين تمام واصل عندي الكل هاي حكيناها بالبدايه هاي لما يكون كيف بدي احدد اذا كان ايماجينري لحاله او ماينس ايماجينري لحاله او ريال لحاله او ماينس ريال اذا كان ماينس ريال لحاله حكينا 180 اذا ريال زيرو اذا ايماجينري لحاله ايماجينري موجب شو بناخذ؟ باي على اثنين اذا ماينس ايماجينري لحاله ماينس باي على اثنين هاي الامور لازم اذا ماينس اذا باي ماينس باي على اثنين اذا شو ماينس ايماجينري لحاله خلاص مباشره تكون حافظها هاي ما حتى ما تقعد ما تفكرش بالمره ما مش لازم تفكر خلاص عندي ماينس باي على اثنين اكون حافظ انه ماينس ايماجينري لحالها تمام الماينس ايماجينري لحالها خلاص ماينس جي هون الماجنتيود كم عندي الواحد ثمن اذا ماينس ثم ماينس ثمن ايش صح او واحد على 8 جي يعني لو بدي اشيل الماينس شو بحط واحد على 8 جي لتحت واصل كيف الماجنتيود لحاله ثابت والجهه معروفه واصل عند الكل كمان مره كمان مره هون عندي الواحد حكينا ثمن هاي الثمن كماجنتيود صح؟ طيب كزاويه عندي الواحد كم كانت؟ ماينس باي على اثنين يعني مال الجي؟ ماينس يعني ماينس ايماجينري لحاله ما في معاه ريال ماينس ايماجينري خلص حط ماينس جي بس واصلك؟ اكيد طيب عندي ماينس جي كم كانت الماجنتيود؟ ثمن بس مال الفيز؟
برأسن يعني إيش؟ الإيماجينر لحاله صح؟ إذا شو؟ ثمن؟ ثمن جي ما في ماينس تريحنا تمام؟ عندي الثلاث تي عندي الثلاث كم الماجنيتيود؟ ربع صح؟ والجي مالها ماينس صح؟ إذا ماينس ربع جي هون وعند الخمسة لا ماينس ربع جي هون عند الماينس ثلاث ربع جي صح؟ هاي عند الماينس ثلاث ربع والزاوية مالها باي على اثنين ومتى بيكون الزاوية باي على اثنين؟ لما يكون في عندي ايش؟ جي لحالها ومالها؟ موجب تمام هون ماينس وهاي ولا السؤال هذا بتلاقوا نفسه بس ممكن هاي تكون تحت بتصير واحدة من يجي وصلت كيف حللنا؟ أكيد؟ أفنوت أفنوت؟ الأفنوت هون أصلا إحنا ما مثلناها بالبداية الأفنوت كم كانت حسبناها؟ اثنين صح؟ الأفنوت عندي هون زيرو ونحن بنكتب هاي زيرو اثنين أو بتقيها أكيد بالرسم طبعا الأفنوت هون نسينا نمثلها الأف عند الألف تساوي زيرو كم؟ اثنين صح؟ نسينا نمثلها هون نحن بنكتب زيرو إذا الأف نوت يعني عندي الأن تساوي زيرو مش الأف نوت يعني عندي الأن تساوي زيرو كم قيمتها كانت؟ اثنين صح؟ طب الزاوية كم؟ ليش بقى اثنين؟ الإيماجيناري كم الإيماجيناري باثنين؟ زيرو زيرو على زيرو على زيرو أما تقولون كانت ماينس اثنين؟ باي صح؟ إذا هون الزاوية زيرو هيك تحط له زيرو أوكي هون مش هيك هاي الزاوية مش تحط له إياها زيرو كمان مرة في السؤال الأصل في السؤال في السؤال اللي أعطانا إياه في اثنين زائد إحنا نسينا نمثل اثنين عندي الأف زيرو اثنين يعني عندي أف نوت اثنين هاي قيمتها اثنين حطينا تمام والزاوية عندي اثنين في ريال بارت لحالها في إيماجيناري لا طب عندي الإيماجيناري زيرو على ريال اثنين كم بتكون الزاوية؟ زيرو لو كانت ماينس اثنين صفر على ماينس اثنين اللي هي عند الباي تمام إذا هون مباشرة زيرو طيب هون تعال نشوف الماجنيتيود كم عند الاف زيرو؟ اثنين صح؟ والزاوية؟ إذا في الإيماجيناري؟ إذا ريال بس صح؟ إذا شو دوتي؟ اثنين تمام؟ احكوا في حدا عنده أطراف؟ عليها شو؟ طيب هسا أنت وأنت بتحل هون ممكن يعطيك نتيجة ساين مثلا 3 ساين أو 3 كوساين أو 1 ساين في كوساين ممكن تكون مختلفة عن الأصلية بس مختلفة مش يعني مختلفة إنه خطأ الحل لا بيكون في لما أنت بتحل إحنا يعني لما عامل إكسبلانشن مش في مثلا أنت طريق أكثر من طريقة اتطلع لما يعطيك مثلا متطابقة اتطلع تكتب الساين بدلالة كوساين أو الكوساين بدلالة ساين هون لما تيجي تحسبها ممكن واحدة منهم تكون أنت حاسب الساين بدلالة كوساين فبيطلع معك باختلاف بيختلف عن الساين او الكوساين الاولى بس لو انك تيجي انت تحولها وتتعامل معها بمتطابقات تطلع نفس الاصليه تمام هاي هون كاميرا لا بدك تكمل عادي خلص لو يعني طلب هيك مش مشكله لو طلب مثلا ما ممكن بالملتي بنحدد لكم بده ساين او كوساين تيجي بتكمل اثنين هاي اثنين طيب هسه ثمن هون تمام ماينس وهون ثمن هاي بدرجه ايش بقدر اركبها ساين صح؟ ليش؟ لأنه جي يجي وماينس صح؟ ماينس طلع هيك يعني هاي هون لو طلعت واحد على أربعة تمام؟ إي جي تي ماينس إي جي تي ماينس إي ماينس جي تي على اثنين جي هاي بس حولكم الأولى وأنتم الباقي حولوها هاي ترى هاي حولت لإيه؟ واحد على أربعة اكتبهم واحد على أربعة ماينس واحد على أربعة هيك طلعت واحد على أربعة هون حطيت اثنين جي وطلعت الماينس لو هاي جي تحولته ماينس واحد على أربعة جي في ثمانية ماينس ثمانية جي هيو إي جي سي وهاي إذا هاي شو بدها تعطيني؟ إذا هاي ساين التي ربع ماينس ربع تمام؟ بتكمل الباقي نفس الطريقة يعني ممكن يطلع معك ثري ساين تروح تشوف ما طلعت معك زي الأولى مثلا ممكن مش خطا بيكون انت محول باكثر من زياده يعني عامل متطابقات بحيث نطلع هيك تمام؟ وبتعرف تحول الباقيات؟
الباكيات بتبدا تحلو ها بس يعني انه كيف على الجهه هون تكمل ما خلص الشيء وصل هذا اكيد اثنين انا بالبدايه نسيناها اثنين زائد كان صح عند وين عند الاف نوت اثنين صح يعني عند الان كم زيرو اف نوت عند الان زيرو صح عند الان زيرو كم المسج اثنين طب عند الزيرو عند اثنين لما يكون ريال لحاله ما في ايماجينري كم الزاويه ما هي ثيتا شو بتساوي تان انفرس الايماجينري على الريال صح الايماجينري كم زيرو على الريال اثنين كم التان انفرس زيرو زيرو لو كان التان انفرس لا زيرو على عدد على ماينس بيكون بالباي صح إذن هنا يحط زيرو مثلت زيرو بس بناخذ على اخر فكره بحيث انه هاي ما وصلت فكره هاي بتوصل فكره اللي بعده بناخذ عليه سؤال هيك اصعب شوي هسه هاي الخطوط بس مشان لمتها مش هي مش موجودة الخطوط ها؟ استنى هاي هون هيك هون في عندي ثلاث هون في ماجنيتيود هاي الماجنيتيود ثلاث قيمته كيف هاي الماجنيتيود له قيمة ثلاث طيب؟ واضحة هاي ولا كيف؟ واضحة صح؟ هاي القيمة شوي احكي لكم اياها هي نص هاي ثلاثة أربعة وهي أعلى قيمة في عند الأف نوت ثلاث قيمة طيب؟ وهون زيرو زيرو وهون عند هاي باي بتكون عند زيرو هاي للأف أن وهاي للثيتا أن ثمانية لازم تكون لعندي مين؟ ثمانية ليش عارف يس؟ ثمانية وسعر الثمانية الثنتين لا لا عادي خليهم خليهم مالي اسمع كذا تفضلي هنيك أربعة صح ولا ما أربعة لا هاي أربعة ماينس هاي أربعة
مين اللي يساعدني كمل حل السؤال؟ مين يطلع؟ حلو. كم واحدة ألف هاي بالبداية حددت الان اوميجا نوت، هاي الان اوميجا نوت، هاي وهاي وهاي 8 اكسبوننشال، 4 اكسبوننشال هون و4 اكسبوننشال هون، هسه تحدد الاف ان القيمة الماجنيتيود والفيز، تمام؟ طيب هي الاف نوت، تمام الاف نوت اللي هي قيمتها 3 بس الزاوية رح تكون اللي هي باي 2 تمام؟ باي الزاوية تمام رح تكون 2 بما انها 3 ماينس تمام ليش هون ماينس 3؟ لأنه طلع بالبداية هون الامبليتيود الماجنيتيود كماجنيتيود 3 صح؟ بس الزاوية باي الزاوية باي طب لما تكون الزاوية باي أنا كم تحسب قيمة الاف كم بدي احسب قيمة الفيز الاف ان؟ قيمته حكينا ماجنتيود ايماجينري على الريال صح؟ والزاوية حكينا باي، متى بتكون باي؟ لما يكون عندي ريال وايماجينري ولا شو؟ لما يكون جزء الايماجينري ماله؟ لما يكون جزء الايماجينري زيرو بيكون عندي باي، حكينا يعني الساين مش حكينا دائما الساين هو جزء الايماجينري؟ يعني لما يكون عندي باي الايماجينري زيرو والريال ماله؟ سالب، لما يكون باي على اثنين الايماجينري ماله؟ له قيمة موجبة والريال زيرو لما يكون ماينس باي على اثنين الايماجينري تمام؟ والريال زيرو كم؟ ماينس ثلاثة على اثنين عند اثنين اللي هي ما بتفيد انها ثلاثة على أربعة بس الزاوية زيرو تمام حتكون بدور على شيء اللي يكون الماجنتيود اللي هي حتكون الايماجينري على الماجنتيود على الريال طب لما تكون زيرو؟ تكون ريال اه يعني ريال ولا شو؟ بس ريال ريال بس وموجب بالضبط تمام وعند ال وعند الثانية عند ال... عند الماينس 2 عند الماينس 2 ماينس 3 تمام ماينس 3 هي 3 تمام 3 4 3 4 3 ليش 3 4 هون؟ لأن الزاوية زيرو وحكينا لما تكون الزاوية زيرو شو؟ ايماجينري على الريال صح؟ وهون بما انها زيرو إذا ما في عندي لا ريال ولا ايماجينري شو رأيكم؟ بس ريال صح؟ عند طلع دائما عند هاي الجزء هذا الجزء هون وهون بس ريال هون الريال موجب وهون الريال ماينس تمام؟ هون وهون بس ايماجينري هون الايماجينري موجب هون الايماجينري ماينس هون الريال موجب هون الريال ماينس وصلت خلص هيك؟ هاي الأمور تمام كمل هسا نيجي على الأربعة اللي حتكون زاوية ماينس باي 2 واللي هو الماجنتيود 1 باي 2 حتكون ايماجينري سالب تمام حتكون ماينس نص جي ماينس جي على 2 تمام اللي بعدها حتكون عكسها لانها الباي 2 موجب حتكون جاي على 2 تمام جاء 2 شو اسمه؟ جاء 2 بالضبط بعدها حتكون 6 3 على 4 والباي 2 فوق حتكون اللي هي جاي 2 جاي عند ال 6 دقيقة لا سوري هيك عند ال 6 3 على 4 3 على 4 3 عند الماينس 6 حتكون موجبة لأن الزاوية ماينس ماينس ماينس
أربعة. عندي ثمانية. عندي ثمانية حتكون اللي هي زاوية باي. باي. باي حتكون بس. قد إيش باي؟ أي باي وين؟ ريال صح؟ أوكي وإيش ماله الريال؟ ماينس صح؟ ريال ماينس. ريال ماينس. ريال اوفر ماينس طلع بالبدايه كم مره هاي هون طلع كم مره نعيد هون بالبدايه حكينا اف نوت صح الاف نوت كم قيمتها ثلاث صح تمام اصل الاف نوت ثلاث الزاويه كم باي اذا بين الزاويه باي وهي ثلاث الزاويه باي ايش يعني يعني هون هون ماله شوفي هيو خلاص مباشره راح باي يعني هون ايش يعني هون؟ ريال بس والريال ماله؟ ماينس مباشرة بجي بحكي ماينس ثلاث هون جي اي جي اثنين تي تمام؟ هون كم كم الماجنتيود؟ ثلاثة أربعة طيب والفيز كم؟ زيرو زيرو يعني؟ ريال وايش؟ ثلاثة أربعة موجب تمام وهون كمان ريال ماله؟ موجب صح؟ ثلاثة أربعة ثلاثة يعني هذول الاثنين شو بصيروا؟ كوساين جماعة في عندك مشكلة هون؟ لا في حدا تمام هون عند الأربعة كم؟ واحد نص صح؟ هاي نص تمام؟ نص يجي الأربعة هون عند الأربعة كم الزاوية؟ ماينس باي اثنين لما تكون ماينس باي اثنين ما ايماجينري ولا ريال؟ ايماجينري وماينس طيب هاي ايماجينري وهي ماينس إذا ماينس هاي ماينس أوكي؟ ماينس جي اثنين أوكي طب عند الإكسبوننشال ماينس جي أربعة تي وين هيها؟ كم الامبليتيود؟ نص صح؟ نص تمام والزاوية كم باي اثنين يعني ايش؟ جاء اثنين تمام عندي الثالثة عندي الستة اللي هي كم الماجنتيود؟ ثلاثة ثلاثة على أربعة والستة كم باي اثنين؟ ايماجينري وماله؟ موجب موجب هنا ثلاثة اوكي تمام عندي الثانية اللي هي ماينس نفس الشيء بس ما ماينس صح؟ ما ماينس يعني بدل هون ماينس ماينس حطيت ماينس تمام صح عندي ثمانية اخذ اثنين ماينس شو هي عندي ثمانية هاي عندي ثمانية كم نص وهي كم مالها ماينس بس ايش بالايماجينري ولا بالريال ريال ماينس صح ماينس ايش على اثنين قيمة كم نص نص وهي الثانية ثانية ماينس ماينس صح طيب طيب هون ماينس ثلاث بقدر اجي واخذ اثنتين هاي وهاي شو بقدر احولهم لشو؟ كوساين صح؟ وهاي وهاي وجي الاربعه وهاي شو بقدر احولهم؟ ساين كوساين 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 صح؟ كوساين مضروب بس بيجي تمام؟ وهاي سته وهاي ساين صح؟ في ماينس بين الاكسبوننشال وهون طب بنزل جي عاد هون ساين كوساين يعني بطلع السالب عن المشترك شو تصير هاي زائد هاي صح احلهم ولو اصير صح هذا شوي بس شوي هذا اصعب سؤال ممكن يجي فيه كل الزوايا مين سال في احد سال وصل هذا كيف منهم؟ هدول؟ طيب هاي عندك اي جي اكسبوننشال 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 زائد اكسبوننشال شو بيكون؟ بس ماينس لا ماينس مش وين ماينس؟ هي ماينس؟ ساين اما انا ماينس ايش؟ ساين اه عملت ماينس اذا ماينس كيف بصير هون هيك بصير هاي الماينس بتلاحها برا بصير اي جي 4 تي ماينس صح؟ هيك بصير بطلع الماينس برا هدول بصيروا ساين هدول طيب ركع من هون تشوف ناخذ كذا سؤال امسح هون كذا سؤال Thank you.
يعني اللي فيهم هاي اختصار، اللي فيهم هاي اخر وحده امور تمام، كثير تمام. ليش؟ لانه هو ممكن اصعب سؤال انه يجي يحكي في الرسمه وانت تطلع من خلالها، يعني انت بتكون هيك خلاص ما فيش عندك اي مشكله. تمام بالضبط. دبل سايدد امبليتيود. لأنه ميجا نوت هون كم؟ في عندي كم اكسبوننشال هون؟ كم اكسبوننشالات صح؟ ولأنه ميجا نوت هم ايش او ايش؟ اثنين الأربع اكسبوننشالات اثنين النوت اثنين أو أربعة ماينس اثنين أو ماينس أربعة. طيب والماجنتيود إما اثنين أو أربعة صح؟ مباشرة عندي اثنين شوي بدها، عندي الأربعة كم الزاوية عندي الأربعة بتكون؟ يعني شو عندي؟ إيماجينر لحاله، الإيماجينر ماله؟ عند الماينس أربعة الماجن لحاله بس سالب مباشر شايفين بالنظر بس هسه عندي اثنين عندي الماينس اثنين عندي اثنين صار ماينس باي أربعة وصار في اختلاف هون. طب عندي الماينس باي أربعة شو التان انفرس هون الثيتا شو بتساوي؟ الايماجينري الريال شو بيساوي؟ واحد يعني الايماجينري مرة بيساوي الريال مرة بيكون عكس الريال بالإشارة صح؟ هاي كبس هيك من النظر هسه بس من بالبداية بكتب اكسبوننشال جي 2 تي بلس اي ماينس جي 2 تي تي جي 4 اي ماينر جي. في حدا عنده مشكله هون؟ صحيح صح؟ طيب عند الباي باجي عند الباي الاسهل بعدين باجي هذيك عند الباي عند الاربعه وماينس اربعه هذيك 2 4 ماينس 2 ماينس 4 عند الاربعه
والماينس 4 عند الأربعة حكينا جزء إيماجيناري واحد، جزء إيماجيناري واحد، وهي كم قيمتها؟ أربعة. أربعة. عند الأربعة أربعة، وإيش كمان؟ جي صح؟ عند الماينس 4 كم قيمتها؟ ماينس 4. ماينس 4 وإيش جي؟ إذا ماينس 4 هون واصل صح؟ هاي؟ هاي وهاي وصلة تمام؟ هسا ضل عندي 2 وعندي ماينس 2. هلا واحد عندي جزء 2 اللي باي 4. طيب ثيتا حكينا بتساوي تان انفرس للإيماجينري على الريال صح؟ طيب حكينا ثيتا كم هون؟ باي 4 صح؟ إذا تان انفرس إيش باي 4؟ الواحد. إذا الإيماجينري شو بيساوي؟ الريال صح؟ باخذ معادلة الإيماجينري بيساوي الريال. طيب طيب هسا بنيجي لإيش؟ الماجنتيود كم؟ الإف إم كماجنتيود؟ 2. عند إيش؟ عند الزاوية نفسها باخذ، عند الإثنين صح؟ الماجنتيود 2. طب الماجنتيود أنا بعرف إنه الإف إم بتساوي جذر، يعني اللي بدوش مثلا خلاص مش فاصل له بالمعادلات حلها. الريال تربيع؟ لا بس الماجنتيود تربيع. طب إيش هو هاي هيك؟ جذر 2. واحد لو حكينا واحد واحد جذر 2 واحد دقيقة اف ام جذر. طب لو حكينا جذر 2 جذر 2 صح؟ تزبط؟ تزبط صح؟ جذر 2 تربيع، جذر 2 تربيع كم بيطلع؟ 2 زائد 2 4، جذر 4 2 صح؟ وما يجي نفسه قد الايماجين قد الريال. وصلت؟ بدي عدد ايماجيناري بيساوي الريال، الايماجيناري بيساوي الريال، والجذر لهم الاول زائد الثاني تربيع بيطلع ايش؟ 2. احول عادي يعني ها؟ اي تربيع بلس اي تربيع سميهم. اذا اف ام تساوي جذر 2 اي تربيع صح؟ طب هو الاي تربيع شو بده يصير هون؟ 2 جذر 2 وهي ايش؟ الاي تربيع مع الجذر شو بروح؟ بروح التربيع بتطلع لي يعني هون ايش؟ 2 وهي بروح جذر جذر 2. وصلت اكيد عند الكل. تفضل جذر 2 اعتبرناها الماجنر بتساوي الريال تمام. جذر الريال تربيع جذر 4 هو طلع هسا مش جذر الريال تربيع زائد الماجنر تربيع. اعتبرنا الريال كم؟ جذر 2 والايماجنري جذر 2 صح؟ طيب جذر تربيع كم بيساوي؟ جذر 2 تربيع 2. وجذر الايماجينري تربيع 2 صح؟ طب جذر 4 كم؟ 2. مش مشكلة فيها؟ الاف ام مش الاف ام معادل الماجنتيود جذر ريال تربيع زائد الايماجينري تربيع. طب الريال تربيع انا يعني ايماجينري فرضت انه هم الاثنين زي بعض بيساوي بعض. انت بدك يعني تدور على عدد بس جذر 2 تربيع 2 مع جذر 2 2 جذر 4 2 واصل عند الكل اكيد. السكن فرض السؤال شو صار هون عندنا؟ عند الماينس 2 كانه حكينا احنا عند الماينس 2 كم بتطلع؟ هون عندي ايش؟ شو بصير؟ بدي اعوض هون جذر 2 جذر 2 هي هيك بتصير جذر 2 زائد جذر 2 جي. فاهمين هاي ليش؟ لانه هيها في هون ايماجينري وفي ريال. الايماجينري بيساوي جزء الريال. الايماجينري قلنا 2 جذر 2 جذر 2 والريال جذر 2. اذا جذر 2 زائد جذر 2 جي. طيب هون عند الماينس هاي شو رايكم؟ بيكون ايش؟ ماينس يعني ايماجينري بيساوي ايش؟ ناقص الريال صح؟ طيب اما وحده وحده فيهم الايماجينري او الريال وحده فيهم ماينس. طيب لو كانت الايماجينري ماينس حطها على جذر بيطلع ماينس واحد، لو كان ريال عادي ما بتفرق. طيب يعني شو مثلا هون جذر 2 ناقص جذر 2 جي. لو حطيت ماينس جذر 2 زائد جذر 2 جي بصير ما بصير ايش؟ صح لازم الثنتين ماينس. ليش ماينس الثنتين ماينس؟ ما لو الثنتين ماينس بصير ماينس. لو كان اثنين ماينس انت بدك تقسم الايماجينري على ريال صح؟ ماينس مع ماينس يروح بضل واحد. واصلة؟ صح. يعني ماينس 2 ماينس جذر 2 جي ماينس جذر 2 شو بده يصير؟ الايماجينري كم جزء الايماجينري؟ ماينس جذر 2 ماينس جذر 2 شو بده يصير؟ واحد. فبيختلف هون.
هون ما بتذكر كثير بدك تقعد مثلا تشوف انه والله متى بيكون ماينس باي 4 او لا خلص مباشره حط واحده منهم ماينس بس تمام منهم على الجيه ليش شو واحده منهم اللي على الجيه على الجيه ليش لانه كونجكت تمام بس خلص يعني هو لانه مش بكل ما في السيركت تمشوا عادي لو حطيت على الماينس اي واحده بس خلص يعني الماينس دي حطوها هنا يعني انت الفكره انك توصل لي اياها الفكره اللي بدك توصل لي اياها او هو بدي اياك تفهمها انه ماينس باي 4 ماينس باي 4 ايماجينري عريان ايماجينري ايماجينري كم تمام لا يعني هنا ماينس جذر ماينس الواحد يعني ماينس جذر 2 على جذر 2 الجذر مع الجذر بيروح ضل ماينس 1 لو كانت هم ماينس 1 يكون في زاويه ثانيه بس خلص لانه مش الكل ماخذ سيركته فخلص جذر 2 حطه دائما عند ايش اذا كانت ماينس باي 4 حطه دائما عند الجي اشاره الماينس بس لو حطوها هون يعني مش خطا هون كان بس عادي يعني ما بحكيش يجيبوش غير الزوايا هذول صح؟ لأنه صار ما ضلش يعني إذا بده يجيب على الحاسب بيجيب لك سؤال على الحاسب هو لا هصلا بيجيب لك سؤال مشان تخربط إنه هي لو إنه جاب لك واحدة هم هيك بفكروا لو جاب لك واحدة مثلا صعبة مباشرة بدك تضطر تستخدم الآلة الحاسبة صح؟ بس لو جاب لك واحدة سهلة باي على اثنين أنت بدك تجتهد ممكن لما تجتهد تخطأ تغلط فخلص هو يعني بيحط لك سؤال زاوية بسيطة يعني